السلام عليكم، ما اسمك يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، ما اسمك؟ أنا مرتضى. من وين شيخ مرتضى؟ من شيراز. من شيراز. شيخ مرتضى، يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، انصران فإنكما والناصران، وقفيان فإنكما وقفيان. الله يقول وما النصر إلا من عند الله، والله يقول أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله. فلماذا نطلب النصر من محمد وعلي؟ هل الله ليس بكفيك كي تطلب من علي وتطلب من محمد؟ والله هو ناصرنا كما قال في القرآن. لماذا نقول يا علي يا محمد انصراني؟ أنا يعني بالعربي لا يعني. أنت كنت تتكلم معي عربي جيد قبل أن أفتح المقطع الفيديو. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لماذا نقول يا لا نقول يا الله انصرنا، نقول يا علي انصرنا؟ لماذا نقول لا نقول يا الله اكفينا، نقول يا علي يا محمد اكفينا كما أنت قلت الآن؟ أنا بالفارسي. والله يا شيخ كنت تتكلم معي عربي جيد الآن. إيه قليل. طب الأفضل أقول يعني يا الله اكفيني، يا الله اكفيني، أم يا محمد اكفيني؟ اكفيني يا الله. طب ليش تقول يا محمد اكفيني؟ شكرا لك يا شيخ، أسأل الله أن يشرح صدرك إلى الحق. أنا بالفارسي بالعربي. الله يهديك، شكرا. أنا أعلم أنك تفهم عربي وتكلمت معي عربي من قبل، شكرا لك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.